منذ عام 1993 ميلادي وحتى يومنا هذا عمل في مجال إنتاج وصناعة الأفلام القصيرة بتخصص رعب ومغامرات، وسافر مدن عدة يتجول في الغابات المقطوعة المرعبة لوحده وبين الجبال والكهوف والأودية المليئة بالحيوانات الضاريات والمفترسة، يستكشف ويغامر ويجازف بحياته لكشف الغموض وعناصر الإثارة بين الحيوانات المفترسة وفي الأماكن المخيفة والتي يشاع كثيرا أن الأشباح تقطنها وتتردد عليها. باختصار، رجل كرس حياته للمغامرات واعتبره الكثير أول مغامر خليجي في عالم الرعب والإثارة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف المغامر السعودي الأستاذ فهد الراجحي. مساك الله بالخير يا فهد. مساك الله بالرضا والعافية وشكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة. الله يحييك. حقيقة يعني وأنا أقرأ مقدمة الخبر وأنا يعني تبادر لذهني أمور كثيرة في عالم يعني الرعب والمغامرات. لو تحدثنا يعني عن بدايتك يا فهد في هذه المغامرات والأفلام اللي تصنعها. البداية كانت منذ الطفولة حقيقة، منذ الصغر وأنا لدي شغف شديد بهذا العالم، عالم الغموض، وكان دائما يتبادر إلى ذهني السؤال من الذي يخرج بعد أن ينام الجميع؟ ما هي الكائنات الحية والحيوانات التي تخرج بعد أن ينام الجميع؟ هذا وانت في عمر فهد غموض، مثل لي غموض فهد وفضول. فهد فضل. كم كان عمرك أنت في هالزمن هذا الفترة هذه؟ البدايات كان تقريبا من قريب الثمان سنوات او تسع سنوات. نعم تفضل. فكان عندي حب فضول للاشياء هذه اللي هي من الذي يخرج بعد ان ينام الجميع، ما هي الكائنات او ما هو العالم الاخر الذي يخرج بعد ان ينام الجميع؟ ليس بالضروره هذا العالم ان يكون اشباح كما هو متعارف لدى الناس، قد تكون حيوانات ضاريه، قد تكون حيوانات نادره. فكان لي شغف أني أحمل هذه الكاميرا وأخرج وأستكشف هذا العالم الذي يظهر بعد أن يختفي الناس وبعد أن ينام الناس. نعم. طيب يعني تطورت معك الموهبة هذه لأن يعني أصبحت يعني تدخل بيوت مهجورة، تدخل أنفاق مهجورة، تسافر يعني خارج المملكة. أي صحيح، وطبعا تطور الموضوع انه بالبدايه كانت الحيوانات، استكشف الحيوانات، الان لا، تطور الموضوع الى عالم الاشباح، عالم الاخر هذا، البيوت المهجوره، هل هو فعلا يشاع ان هناك اشباح تسكن هذه البيوت المهجوره؟ استكشف هذه حقيقه هذا الامر، هل هذا حقيقي بالفعل او انه مجرد شائعات لا اكثر؟ فهذا مثل لرعب حقيقه عندما تجد نفسك انت والكاميرا فقط في منتصف الليل في مكان مهجور نائي. هذا بحد ذاته مخيف، حتى لو لم يحصل لك أي كارثة أو أي شيء أو لو تتعرض سمح الله لحيوان مفترس أو كذا، هذا بحد ذاته مثل لي رعب حقيقة. تطور الأمر حتى يعني بدأت أسافر إلى المناطق اللي يشاع منها مثلا بوجود الأشباح أو يشاع منها مثلا فيها حيوانات مفترسة نادرة، فحبيت أستكشف هذا العالم. طيب يعني وش حقيقة وجود الأشباح؟ يعني احنا نسمعها كثير أشباح، يعني ايش حقيقتها؟ انت بالتأكيد انك يعني اكتشفت هذا الشيء. سؤال جميل جدا، انا دائما اقول انه كلمة أشباح ليست بالضرورة تعني ما يتعرف عليه الناس اللي هو الجن. كلمة أشباح او كلمة شبح تعني كائن حي غير واضح المعالم. ويسقط منه هذا المسلم هذا المسمى عفوا يسقط منه هذا المسمى حتى تتضح معالمه. ليس بالضرورة أن يكون جن كما هو متعارف، قد يكون مثلا أصور في جبال مثلا فيمر كائن حي من بعيد غير واضح المعالم، هنا يطلق عليه شبح، لكن عندما أأتي لهذا الكائن وأصوره قد يخرج، قد يكون ذئب أو قد يكون أفعى، هنا سقط منه مسمى شبح وظهر علن. فكلمة شبح تعني كائن حي غير واضح المعالم. طيب يعني أنت كيف تتعامل مع هذه الكائنات يعني حال أنك أنت كنت في منطقة نائية وظهر عليك احداها، يعني كيف تتعامل معها؟ حقيقه التعامل معها يجب ان يكون بحذر شديد جدا، لان بعض الحيوانات ضاريه ومفترسه وخطيره مثلا كالافاعي خصوصا في فصل الصيف. عندما تدخل الجبال وتتعمق في الاوديه والادغال تفاجئ امامك افعى كبيره مثلا، او تفاجئ خلفك عقرب، او تفاجئ بين يديك عقرب، فهنا يجب ان تكون حذر جدا، واحيانا تواجه ذئاب وحيوانات يعني فيها غاية الخطورة صراحة.
فيجب على الإنسان أن يكون مدرب على هذه الأشواء، على هذه الأشياء، يكون عنده خلفية كيف تتعامل في الوقت أو في اللحظة الحاسمة عندما يخرج عندك حيوان مفترس، كيف تتصرف. فيابد يكون كل هناك يعني تدريب للمغامر، أي مغامر لابد يكون يتدرب على هذه الأشياء. طيب فهد، أنت دخلت في بعض الأماكن المهجورة وبعض المنازل المهجورة ووجدت يعني فيه أمور يعني مغايرة للطبيعة، مختلفة، يعني مثلا أصوات، مثل رائحة بخور في ذلك المكان، يعني صح ولا لا؟ جميل جدا. تحدث لنا عن هذه النقطة بالذات. أنا تحدثت كثيرا أنه أحيانا تسمع أصوات غامضة في بيوت مهجورة، تسمع مثلا تشم رائحة غريبة في بيوت مهجورة، ولكن ليست بالضرورة تعني أن هذه الأصوات قد تكون شبع، لا، لأنه غالبا أكتشف وتقص الصوت فأكتشف إما أن يكون يعني حيوان، خصوصا طائر البوم في الليل يصدر أصوات كصوت صراخ الطفل، فيتهيأ للمغامر أن البوم. هذا المكان فيه جن. نعم. وأحيانا أيضا كذلك من باب الإنصاف أنه أسمع فعلا أصوات غامضة وتظل غامضة، لم أكتشف حقيقة مصدر هذا الصوت، فهذا بحد ذاته يعني مخيف حقيقة. طيب في نقطة يعني عن الـ يعني الحيوانات المفترسة مثل الأسود ومثل النمور، لك أنت مغامرات معها؟ حقيقة هي مجازفة ومخاطرة مني، أتمنى أني ما أكررها، لأنه الحيوان المفترس خصوصا لي أيضا بعض اللقطات ودخولي لقفص الأسد، العرين الأسد، فقيل لي أن الأسد يعني أليف ويألف البشر، ولكنه مهما كان الحيوان المفترس أليف إلا أنه غرائزه الشرسة تحركه دائما. نعم. فكانت لي إحدى المواقف الطريفة مع بعض الأسود، فتعرضت لعدة إصابات، فأنا أتمنى أنه أي مغامر ما يجازف مع الحيوانات المفترسة حتى لو كانت مروضة. طيب. لأنه مهما كان تكون خطيرة حقيقة. طيب فهد، يعني الأفلام اللي أنت صنعتها وعملتها شاركت فيها في مسابقات أو شاركت فيها في يعني أحد المهرجانات؟ للأسف الشديد غالبية الأفلام خصوصا أفلام الرعب التي أصنعها وأنتجها غالبا قد تكون حبيسة السوشيال ميديا في اليوتيوب والمواقع التواصل. نعم. لم أشارك حقيقة وأتمنى أشارك، وقد يكون عدم المشاركة هو تقاعس مني شخصيا والله. نعم. أتمنى لك كل التوفيق يا أخوي فهد، يعني حقيقة أنت يعني رجل حقيقة يعني رفعت يعني رؤوسنا من خلال مغامراتك هذه ومحاولاتك لصنع يعني أفلام متخصصة في الرعب وفي المغامرات. أتمنى والله أني أشوفك في يعني كبار المهرجانات السينمائية على مستوى العالم. شكرا لك. كل التوفيق لك فهد. إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، نذهب الآن للخبر الثاني.